ابن الجنيد هذا هو أبو حنيفة، مثلما محمد باقر الصدر سيد قطب. محمد باقر الصدر هو سيد قطب عند الشيعة، كذلك ابن الجنيد هو أبو حنيفة عند الشيعة، مثلما حزب الدعوة الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين عند الشيعة. الحكاية هي الحكاية. الطوسي عند الشيعة بالضبط كالشافعي عند الشوافع. الطوسي هو شافعي الشيعة، محمد باقر الصدر هو سيد قطب الشيعة، حزب الدعوة الإسلامية هو جماعة الإخوان المسلمين عند الشيعة. صدر الدين الشيرازي هو محيي الدين ابن عربي عند الشيعة، وهكذا. فإن رموز الشيعة يقلدون نواصب السقيفة بني سعد، بعبارة أخرى رموز سقيفة بني طوسي نسخ سيئة في تقليدها لنواصب سقيفة بني ساعد. هذا من الآخر، من دون رتوش ومن دون إضافات ومن دون مجاملات. ابن الجنيد الإسكافي البغدادي هذا أبو حنيفة في الجو الشيعي.